مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في ليله جديده من ليالي عسيف. اليوم اخر حلقه في هذا الاسبوع وحلقه راح تكون متميزه مميزه جدا جدا جدا. تابعونا اليوم في ضيوفنا وفقراتنا. مساء الخير صابرين. مساء الورد فيصل ومساء الورد على كل من يتابعنا بحلقه نهايه الاسبوع من على السيف. واليوم حلقتنا راح تكون ان شاء الله حلقه فنيه ثقافيه متنوعه كالعاده. انا كالعاده قلت في البدايه راح تكون حلقه ثقافيه من الطراز الرفيع. أكيد. اليوم بالمشهد الثقافي الكويتي لازم نقف عند هذه السيدة وهي الدكتورة ليلى السبعان. راح نتحاور معاها في أمور جدا رائعة وراقية بالثقافة الكويتية. اليوم عندنا مجلة العربي، من يرأس تحرير هذه المجلة لازم يكون شخص غير عادي. صحيح. اليوم فقراتنا راح تكون بعد حلوة متنوعة. نعم. كالعادة اليوم عندنا فقرة على وتر القانون. نعم. واليوم فيصل. نعم. موضوع المحامية آلاء السعيدة جدا. نعم. حساس وقوي. نعم. عن الشهادات المزورة. نعم. والوهمية. نعم. هذا الموضوع ترى وايد مهم تداوله الفترة الأخيرة. صحيح. وقام هالأيام يمسكونهم عاد المزورين الشهادات، ما راح تفلت من القانون اليوم. صايدينك صايدينك، خدتها بالتزوير ولا خدتها من طرق ملتوية. صحيح. وراكم وراكم. وعندنا اليوم بعد فقرات متميزة، عندنا كواليس مع محمد الزيد، وأيضا فقرة ذا وومن. نعم. مع زميلتنا ريهام. في بعد عندنا طرب اليوم جنة. اليوم في طرب أكيد مع الفنان عبد الهادي الحمادي، وأكيد حلقة الأربعاء لازم فيها طرب ومنس. أخونا فيصل يحب الطرب ويحب الوناسة. والله؟ إي والله. صار قصيرة اليوم. لازم يفشلني على الهواء. إي لابس اليوم كعب شوي. أكيد. بعد هالتقرير الجميل إن شاء الله عن الدكتورة ليلى السبعان راح نستقبلها تكون ضيفة ونقول لك حياك الله في عسيف. عندما تحضر الدكتورة ليلى خلف السبعان تتراءى أمام أعيننا لغة الضاد بعذوبتها ورقتها، بشعرها ونثرها، ببلاغتها واتقادها. فهذه الليلة نذرت نفسها لترسيخ وتعزيز اللغة العربية بكل مفاهيمها. درست واجتهدت حتى بلغت الثريا وأصبحت علماً من أعلام الأدب والثقافة والإعلام. الدكتورة ليلى السبعان أستاذ المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب في جامعة الكويت. حملت الضاد بين حنايا ضلوعها، هي صديقة الكتاب ونبراس العلم وزاد الثقافة. هي المرأة الخليجية الوحيدة التي صعدت منصة الخالدين في مجمع اللغة العربية في القاهرة لعامين متتاليين، وهي من يرأس المجلس الأعلى العالمي للغة العربية في لبنان، وهي عضو المجلس العربي للموهوبين والمبدعين في الأردن. ليلى السبعان أو عين اللغة وحروفها تبوأت مناصب عديدة في وزارة التربية كمستشار في قطاع البحوث والمناهج، كما أشرفت على لجنة تأليف كتب اللغة العربية في المرحلة الابتدائية. السبعان عضو لجنة تقييم مسيرة اتحاد مجلس التعاون الخليجي في الأداء الثقافي. ربما حرمت من حنان الأب في طفولتها فعاشت في كنف والدتها التي أخذت منها الحنان والدفء والعلم والصبر والمثابرة. درست واجتهدت وتعلقت بمجلة العربي حتى ترأست تحريرها، فكانت المرأة الأولى والوحيدة التي شغلت هذا المنصب. دكتورة ليلى، والله ما ندري من وين نبتدي معك. أفخر وأسعد وأتشرف وأنا أحاور شخصية في قامة الدكتورة ليلى السبعان. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في عسيف. مساء النور والخير عليكم. حقيقة يعني أخجلتوني بهالتقديم الرائع جدا، وعطيتوني
شيء أزيد من اللازم. هذا حق واجب، وإحنا مهما نسوي ما نعطيك حقك. صحيح، حياك الله دكتورة، تشرف اليوم بوجودك. ودائما إذا معانا دكتورة متخصصة بالإعلام واللغة العربية، إحنا يعني كإعلاميين نتوتر شوي، يعني نحس التقييم أكثر ما هو مقابلة. نورتينا إن شاء الله. بالله يعني أنا تابعتكم طبعا فترة طويلة هذه. أولا أهنئ يعني قناة الاتي في على هذا الرؤى الجديدة وهالبرامج المتنوعة وهالتنفيذ والإعداد الجيد كثير، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وخاصة يعني حضراتكم لأول مرة يعني أتقابل معكم. اللغة سلسة وسهلة وبسيطة، وظيفتها التعبير عن المشاعر، وظيفتها التعبير عن الانفعالات، ثم هي وسيلة التواصل. صحيح. فبالتالي لها أشكال متعددة، لا نهاب منها أبدا. أكيد. إحنا التقرير يقول ما إحنا عارفين وين نبتدي، وأنا راح أبتدي معاك اليوم في منصة الخالدين. طول عمرك. ودنا نسولف عن هذه المنصة وشون واحد ممكن يوصلها، خصوصا أنت السيدة العربية الخليجية الوحيدة اللي صعدتي هذه المنصة. طبعا مجامع اللغة العربية في الدول العربية كلها، لكن أقدمها وأفضلها وأكبرها ما موجود في القاهرة. نعم. وهو مجمع هيئة حكومية ومؤسسة مدنية أحيانا بعد، هي في قانونها ولائحتها. نعم. وهي جهة كبيرة جدا مسؤولة عن خدمة اللغة العربية. نعم. عن الوقوف مع اللغة العربية، مع كثير من القرارات التي تحتاجها، مع تطويرها، مع الحفاظ عليها. وتعقد سنويا مؤتمر سنوي تطرح فيه أبحاث ويختار له موضوع معين. فكان من فضل الله علينا أن تقدمت بحث عن لغة الإعلام وتأثيرها على الناشئة أو على الإعلاميين بالذات، يعني من الجدد مثل مقدمين البرامج وكذلك من يتناولون البرامج البث المباشر، وهي طبعا أصعب من هذا. وفي السنة التالية بحثت عن المؤسسات المدنية كذلك ودورها باللغة العربية، وعملت بحث كامل لمؤسسة عبد العزيز البابطين. نعم. اللي تعتبر طبعا مفخرة لنا. أكيد. كبيرة. أكيد طبعا. قاعد يقوم بأعمال جليلة، لو اجتمعت وزارات الخارجية ووزارات التعليم. نعم. لن تقوم بجهد اللي يبذل عبد العزيز. نعم. فعملت للحقيقة، وأنا أعتبر الوحيدة الخليجية اللي طلعت، يمكن العربية ما أعتقد، بس يمكن الخليجية الكويتية اللي سمحوا لها أن تقدم بحث في هذه المنصة العالية جدا. أنا أخذت الحقيقة الفكرة وتقدمت فيها حق الكويت عشان نعمل مجمع للغة العربية كذلك على قرار ما هو موجود في كل الدول. صحيح. والحقيقة هو موجود في دمشق، وموجود في الأردن، وموجود في المغرب، وموجود في الجزائر، موجود في الشارجة اللي تعتبر الآن أفضل مدينة ثقافية في منطقتنا. والشارجة الحقيقة تجربتها قصيرة ولكنها استطاعت أن تنفذها. للأسف أنه المشروع وصل إلى مجلس الوزراء ووقف فترة طويلة، لكن وفق عليه فيما بعد. نعم. هذا الكلام من سنتين يمكن أو 2015 إنه كان الموضوع هذا تقريباً. نعم. أعتقد. نعم. بس إلى الآن الميزانية عندنا إحنا يعني من دول الفقيرة اللي ما صح. تقدر تنشئ مثل هذه الهيئات اللي اللي تفيد أجيال قادمة. نعم. يعني على مر الوقت. وهي لا تكلف شيء، يعني إحنا بالأساس قلنا ما نبي إلا مقر في المجلس الوطني. هيئة بسيطة تبدأ بداية. نعم. في البدء. والحقيقة في كثير من كمان زملائي في جامعة الكويت كانت لديهم نفس الفكرة، وربما يعني هم تأخروا في التقديم، لكن كانت الفكرة لديهم واضحة وهم على استعداد لأن يقوموا بتنفيذها. لكن يعني نأمل إن شاء الله من خلالكم أن يسمع الصوت عاليا. إن شاء الله إن شاء الله يسمعون اليوم. الشيء مؤلم لما نكون اليوم عندنا قرار تم الموافقة عليه، وإحنا اليوم بلد يعني خيرنا مغرق الدنيا. صحيح. ومو قادرين اليوم نسوي لنا مكان نسوي هذا المجمع العربي للغة العربية. نعم. أنا أتوقع اليوم القرارات بعد ما نوافق عليها نفتح الدرج ونقطها داخل ونسكر عليه. لا والمفتاح ضايع بعد، هذه مشكلتنا. وهذا شيء مؤسف يعني. نعم. إحنا نقوله بألم مش بصدق، لأن الكويت كانت رائدة في منطقة الخليج بأكملها. كانت هي المركز الثقافي الأول. صحيح. في الإصدارات وفي الإنتاج الأدبي والثقافي، وعندنا شخصيات رائعة جدا. صحيح. الواحد. صحيح. الحقيقة يعني يعتز فيها سواء ما هو موجود أو ما كان عليه، ولهم باع طويل في قرص الثقافة الكويتية وقرص التراث الكويتي. هالإصدارات اللي تطلع من الكويت تقضي العالم بأكمله، ولا يمكن أن يوازيها في أي مكان مثل ما هو موجود عندنا. لكن للأسف بدأت الناس كلها من حولنا تتحرك
ما اقول وقفنا لكن احنا تراجعنا وهذا يعني شيء مؤسف. والله يا دكتوره انا اقول وقفنا مو تراجعنا بس، احنا وقفنا ما قمنا نتحرك اصلا. صرنا على اطمام المرحوم، ماكو شيء جديد. صحيح. لا ما زلنا نتعلل اليوم في موضوع الغزو، والغزو اخرنا والغزو خلاص صار الحين 25 سنه واكثر من هذا الموضوع وانتهى. المفروض اليوم الدول تقدمت ووصلت اليوم القمر، واحنا ما زلنا الحين على اطمام المرحوم، ما عندنا شيء نسوي. حقيقه هذه. نعم. كلامك صحيح 100%. نعم دكتورة، يعني أنت أول امرأة كويتية تحصل على الدكتوراه في الإعلام، لكن بنفس الوقت ما تحبين يقولون لك إعلامية، ليش؟ شو السبب؟ بالعكس أنا أفخر، أنا أجدها أكبر حتى من الدكتوراه. نعم. يعني لما كان يقولون لي الإعلامية الكبيرة كنت أخشى من أني أنا ما أقدر أغطي هذه. فيمكن كان المفهوم خاطئ أو الدلالة ما كانت واضحة، لكن أنا أفخر كثير أن أكون أنا أصلا من حبي للإعلام دراسي الماجستير والدكتوراه في لغة الإعلام الكويتية. حلو. في الماجستير درست اللهجة الكويتية في برامج الإذاعة والتلفزيون، والدكتوراه درست البرامج الثقافية وبرامج البث المباشر. نعم. في تلفزيون الكويت ورصدت الظواهر وعممت على بقية المنطقة، فيعني إعلامية حتى نخاع كما يقولون. اليوم دكتورة ما شاء الله تجارب كثيرة اليوم بالإعلام، سواء كان بالإذاعة أو إنه كان بالتلفزيون، اليوم كيف شايف الإعلام بين قبل والحين؟ شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ الحقيقة على قدر ما صار هناك يعني انفتاح على العالم، وهذا شيء مهم جدا، هناك تقنيات حديثة كثير سهلت على الباحث والدارس. صحيح. هناك انفتاح على العالم وسرعة في التنفيذ، كل هذه الوسائل التي أعانت الإعلام على أن يقوم بوظيفته وأهميته، لكن في نفس الوقت قد يكون في جوانب ما فيها دفعة للأمام. نعم. يعني إلى الآن الإعلام ليس له رؤية واضحة. يعني إحنا نطلب الخبر من قنوات أخرى الخبر الصحيح، نتتبع الحدث أحيانا من قنوات يعني بعيدة، بينما عين عذار يمن الماء ما نقدر نطور فيها ونعمل فيها. للأسف الشديد أنه يعني كانت التلفزيون الكويت وقت أنا ما أخذته كان مع كل التقدير يعني للأخوة اللي موجودين الآن والاحترام والتقدير، لكن من حبنا لوطننا ومن حبنا لهم دائما نقول يعني حقيقة إيه إحنا محتاجين شوية دفعة أقوى من كذي حتى يأخذ الإعلام مجراه ويقوم بدوره الأساسي. تطوير مهم جدا، تنويع مهم جدا، وكذلك الإعداد لهذه الأمور كلها يحتاج إلى خطة مرسومة مدروسة نستطيع من خلالها أن نتقلب على كثير من الصعاب. صحيح. ومن المآخذ. احنا دكتوره قبل شويه سولفتي قلتي اليوم احنا الرواد في مجالات كثيره اشتغلنا فيها، بالثقافه، بالفن، بالفكر، بالاعلام، في كل شيء. الرواد طبعا اكيد انتم الرواد. لا يمكن اقول انا من الرواد. بس اللي ودي اسالك اياه اليوم، احنا قاعدين نقدم اعلام حقيقي، خلينا اليوم نتكلم على ربعنا عشان الباقي ما يزعلون. صحيح. في اعلام حقيقي بما فيهم احنا اليوم قناه الاي تي في قاعدين نقدم اعلام حقيقي. شوف للأمانة القنوات الخاصة في الكويت أكثر نجاحاً، عشان ما تزعلون علي يزعلون الإعلام أنا بنت الإعلام، ولكن القنوات الخاصة في الكويت هي أكثر فعالية وأداء من القنوات الحكومية للأسف. يعني أنتم قاعد تقومون الحقيقة بدور إيجابي رغم الإمكانات اللي عندكم ورغم الميزانية الموجودة أكيد ومكسب وخسارة المسألة، لكن قاعد تقومون بدور كبير وهذا ليس مجاملة لكم. حقيقة كل القنوات الخاصة لها كثير انفتاح على العالم، حتى في بعض الناس في عمان يقول احنا ما نشوف كانت العدالة قبل اعتقد وفنون، ونشوف الراي لأنها متميزة. نعم. ونشوف سكوب ونشوف الصباح، يعني أصبحت تغطي. لكن القنوات الكويتية بالذات الحقيقة مع كل الإمكانات الموجودة سواء بشرية أو مالية. صحيح. إلى الآن ما قاعد يعني تاخذوا خطوات إيجابية. طيب ليش دكتورة؟ يعني تلفزيون الكويت خلينا نقول اللي هو التلفزيون الحكومي رقم واحد خليجيا وعربيا، وعرفنا الإعلام وأساسيات الإعلام والبرامج هذه كلها من تلفزيون يعني الكويت. تقييم عالمي ولا تقييم محلي ولا خلينا نقول على مستوى دول الخليج رقم واحد، فليش التراجع هذا بنظرك؟ أنا ماني عارف رقم واحد من هي، يعني هل الكويت رقم واحد؟ كأول يعني تقييمها الآن أصبحت رقم واحد؟ نعم. أنا ما أعتقد هذا، يعني معليش كان. خلينا نكون واقعيين، يعني تاريخيا يعتبر فعلا الأولى. صحيح. الإعلام الكويتي خطى خطوات كبيرة بالنسبة للإعلام في منطقة الخليج بالذات، دولنا دول مجلس التعاون أو حتى الدول العربية، وكان قوي جدا وله برامجه. الآن يعني المفترض أن ما كان يعني يطور على المدى القريب، يطور على المدى البعيد.
احنا ما نشوف يعني انا مشاهده جيده للاذاعه، انا احب الاذاعه كثير، احب التلفزيون كثير، ولذلك قررت لما اخذ دراستي اخذ في لغه التلفزيون المرئي واقيم برامجه واحدد المستويات اللغويه اللي موجوده وارصد كثير من بعض الاخطاء في الاعداد او في الادارات او في ادارات التصحيح او في ادارات الدورات التدريبيه اللي تعمل، يعني عملت الحقيقه مسح كامل لما يحتاجه الاعلام الكويتي. الكتاب كل الدول تستفيد منه، يعني يراسلوني من برا، من مثلا السعوديه كثير ومن المانيا يعملون فيه، وهني ابدا يعني انا اعطيته حتى لبعض الطلاب اللي كنت ادربهم في وزاره الاعلام فتره ما يعني. طيب دكتوره، اليوم انتم اليوم من الشخصيات، وانت شخصيه من الشخصيات اللي تملك الفكر والثقافه، وينكم موجودين في تلفزيون الكويت او في اذاعه الكويت اليوم تتحدثي عن التطوير، محتاج الى التطوير، اليوم تكونوا مستثارين، تعطونهم النصيحه، تعطونهم المشوره، ليش متواجدين؟ أول ما توقعت هالسؤال عشان أقدر أجاوبه بصراحة، يعني أنا رحت وزارة التربية في إدارة البحوث 4 سنوات مستشارة لمدة يومين، وفي أماكن أخرى كذلك يعني وجدت فيها، لكن الإعلام يعني إحنا نقدم ولكن ما نفرض نفسنا عليهم. صحيح. يعني أنا أتمنى أن يعطوني بس قناة العربي. أنا عملت في ندوة العربي أكثر من 38 بحث عن طريق الحرير اللي الآن الكويت بصدد إنشاء هذه المدينة. نعم. وطرحت بحوث من كامل الجوانب من كل جهة كيف نصنع مدينة الحرير، وتقدمت البحوث من تركيا ومن الصين اللي مر فيها، طبعا هي الصين هي كانت الموقع الأول اللي انقلت الحضارة العربية إلى أوروبا، كانت الصين، كانوا معي ضيوف من الصين لهم اهتمام باللغة العربية، فاتحين بيوتهم كمراكز لتعليم اللغة العربية، وبحوث الحقيقة من إيران، من تركيا، من مصر، من كل الدول العربية تقدموا بمشاريع كيف نصنع مدينة الحرير. لما شكلوا اللجنة ما استفادوا من هالمادة الموجودة، كلها مصورة، مو لازم ينادونا، صحيح، إنما مادة كاملة خلي تعرض البحوث اللي احنا تعبنا عليها في قناة العربي. قناة العربية قاعد تحط الحيوان يركض وراء الحيوان والأشجار والأنهار، يعني ما في أحد، عفوا إن شاء الله ما يكون كلامي ثقيل، يعني طول عمري أنا أحاول أكون دبلوماسية ولكن بطلع عن طوري، ما في تعاون، ما في نظرة موضوعية، ما في إخلاص في العمل، ما في صلة، ما في تواصل عندهم معدوم مع أي أحد. صحيح. مو إلا يعني القناة كاملة عندكم موجودة وإمكانيات، وقاعد طوروها شوي يعني مو وايد برامج. الأربع أيام المؤتمر كان مؤتمر مجلة العربي لما كنت أنا في رئاستها، 4 أيام تطرح فيها ما لا يقل من 12 بحث في فترات مسائية وصباحية، المفترض أنه يستفاد منها، يستفاد منها أو تعرض، كلهم أجانب يعني. صحيح. كلهم كل الدول من كوريا، ما يخطر ببالك يعني 82 تقريبا بحث طرح من أكثر من 24 دولة. زين حطوا بس هالشيء موجود بالأدراج. صحيح. الوكيل والله ما كان يبي يحط شيء لهذا يمشي السالفة. صحيح. ما في خط رجع لهم ولا في تقنين يعني ما في تقنين للعمل. نعم. الإعلامي بين وقت وآخر. نعم. ثم القنوات الأخرى كذلك جيدة. صحيح. تشوف مثل القناة الإنجليزية متميزة. نعم. شوية في برامج شوف طرحة. صحيح. نتمنى أن تتطور. حتى برامج الأطفال عندها متميزة. صحيح. طبعا احنا نتكلم هذا من حرصنا على بلدنا. أكيد. حب للبلد أولا وأخيرا. البلد اللي صنعنا احنا وعطانا الفرص أن احنا ندرس ونكمل. فله حق علينا أن نقول كلمة الحق في موضعها. أكيد. نعم. طيب دكتورة، عندنا صورة نبي نشوفها معك، شو نعلق عليها؟ هذه صورة العربي. لما نتكلم عن العربي خرجت فطحلة. يعني اليوم شخصيات، أنا كثير من الشخصيات، أنا أعمل في حقل الصحافة، فاحتكيت في مدراء تحرير ورؤساء تحرير، فنسبة كبيرة منهم يقول إحنا تعلمنا ألف باء صحافة في مجلة العربي. يعني اللي يطلع من العربي يكون صحفي نمبر 1 يعني ثقافة. صاقلة للمواهب وثقافة. نعم. فعلا. نعم. أكيد بلا شك. يعني أنا سررت عندما يعني رفع التليفون علي وبلغوني أني رشحت لمجلة العربي، وأن في زميلة رشحتني وكيلة وزارة. نعم. وهل تقبلين الترشيح؟ كنت بكل ترحيب، لأن هي اللي خلقتنا هالمجلة، مجلة العربي هي اللي صنعت ثقافتنا. يعني كنا نحط الموعد أوكي نقرأ فيها وحواء، ولكن العربي نشتريها ونقرأ فيها. صحيح. يعني خاصة في 60 اللي الناس ما يقرون، في 70
فكان خبر صار طبعا وجيد. نعم وفعلا كنت احمل اجنده معينه وبديت في تنفيذها، وعملنا اعداد متميزه، حتى انا كان عدد فبراير في العيد الوطني في 2014 يعني طلبت 1000 نسخه بس في السعوديه. صحيح ونفذت كل الاعداد اللي كنا طابعينها من كثر ما كان فيها نوع من الماده الوطنيه، التربيه الوطنيه، اللغه الوطنيه، شغلات كانت جديده. كان اتكلم عن اللغه الوطنيه، ما حد تكلم عن اللغه الوطنيه. فاشياء حقيقه جميله جدا عرضت في هذه الاعداد، لكن للاسف ما اكملت المسيره لعده اسباب. طبعا راح نتكلم عن الاسباب، وكونك انت اول امراه تستلم رئاسه تحرير هذه المجله واخر امراه حتى هذه اللحظه، بس 9 شهور فتره وايد قصيره، راح نتكلم عنها وعن تفاصيلها. لا صبرت فيها 9 شهور هذه كانت معاناه عشان تبقى وعشان تشتغل. راح نسولف اكثر عن هذا الموضوع بعد هالفاصل ان شاء الله. كنا نسولف قبل شويه عن موضوع مجله العربي واللي حدث في مجله العربي، نبي نتكلم على التجربه في رئاسه التحرير. والله تجربه حلوه ومره بنفس الوقت. نعم. لكن في الواقع هي كانت تجربه تعطينا مؤشرات كثيره. نعم. لان وضعنا الحالي يعني ليس بخير. يعني عندما تقبل على شيء وطني، ان اعتبرت يعني هذا تكليف وطني. وتوافق وتداوم في فترات يعني اكثر من الايام اللي كان مفترض ان احنا، وتضع تغيير برنامج تغيير كامل وتصدر اصدارات جديده فيها، وهم يعني هم اللي نادوك مو انت اللي قلت انا ابي. صحيح. هذه يعني خاصه ان انت متابعه جيده حق مجله العربي. نعم، ويعني فرحت فعلا يعني كانسانه من غير اني يعني قارئه لها، او كإنسانة حبيت أن هذه الشيء اللي لازمني، وكنت يعني أحرص أني أشتري مجلة العربي. الآن أنا في قلب مجلة العربي. كانت من الأيام الجميلة الحلوة، وتعاوننا الحقيقة مع المجموعة، لكن كانت معيقات كثيرة. يعني بس الطالب بشيء في التصحيح اسمي تسكت، ما في مجال يعني. نعم. فهذا السكوت شوية الأكاديمي اللي متعلم على ما يرضى مساحة من الحرية في تدريسه، في إشرافه على طلبته، في الدراسات العليا، في اختيارات الموضوعات، وجدتها أنها تضيق الخناق. بعدين كان هو الحقيقة في شخصية هو اللي كان شوية يعني ما كان متعاون، بل هو اللي كان يعني يعطل المسيرة. الأمور طبعا تغيرت بسرعة، بس أنا قدمت الحقيقة أني كتبت تركت العربي للأسباب التالية. كتبتها 1 2 3 4. يعني طلعت بإرادتك؟ طلعت بإرادتي ولكن بدفع منهم. نعم. خلاص هذه نجرية. نعم. هذه تبت تعمل كذا. هالشيء زعلش دكتورة؟ كثير طبعا. لكن بعد هم يعني أنا ما عندي ضغط في حياتي، بدأ الضغط. صحيح. يلا تحافظ على يعني كل هذا يهون في سبيل أن تجد أن أناس يتفهمون الوضع. نعم. بس سبحان الله اللي كان يعرقلنا وطار طيرة مرة واحدة بسبب هذه المشكلة. نعم. مرة واحدة. نعم. وبان أنه هو فعلا يعني هو اللي يخش القرارات في الادراج، ينزل يحط اسمه، ما يحط اسمك رئيس عربي مش حلو. يعني انا اكتب كلمه التحرير وعزيزي القائر واشرف على العربي من اولها لاخرها تصحيحا وتقييما واختيارا، وبجرد يضع اسمه على يتسبب في انه لم يكتمل الا الان الاجراءات. ولما بدا كتب طلبت من الاجراءات، كانت الاجراءات موجوده عندهم، موافقه الجامعه وموافقه الخدمة المدنية، وحتى مكتوب الراتب وكل الأمور هذه. فأحيانا الظاهر الفلوس لها تأثير سلبي على حياتنا. صحيح. لكن يعني الله يسامحه طار وهو من كثر المشاكل اللي خلقها بعد ما أنا كنت خلاص طلعت يعني. نعم. حوبة يمكن؟ والله حوبة، لأن دائما أنا ألجأ لرب العالمين، بس حوبة كبيرة مثل ما يقولون. أنت سيدة. قلت والله أنا دائما ما أعرف أرجع يعني أرد السيء بالسوء، ما أعرف أخذ يعني خطوات في الخناق. نعم. يا أما أسكت يا أما وقتها. فالحقيقة يعني صدق يعني ربنا كان أكبر. الحمد لله. فعلا. صحيح. واللي أحب من هذا إن أنا لما يعني مو أنا شكيت عليهم، جمعية الصحفيين في هالمناسبة لازم الحقيقة نشكرها كثير على موقفها النبيل. حددت هي المحامين ووضعتهم،
كسبت القضية ورجعت كل الفلوس لي الحمد لله. الإيجارات دائما كلها الحق يرجع لأصحابه. أي الحمد لله والآن بصدد أشوفك مدام يعني كسبت القضية بصدد الرجوع لها. نعم فربنا كريم إن شاء الله. وإحنا نتمنى لك بعد إن شاء الله التوفيق في كل شيء وما يضيع حق وراهم طالب. أكيد الله وراء الله فوق دائما العدالة بالسماء دائما. الحمد لله الحمد لله على كل حال. طيب دكتورة عندنا إحنا صور نبي نشوفهم معاك ونعلق عليهم. أكيد على صور الذكريات طبعا. إيه طبعا هاي الشيخ سلمان لما الحقيقة في نهاية المؤتمر نجاح مؤتمرنا مال طريق الحرير حقيقة يعني قابلني وشكرني وبالمسمى نفس رئيس التحرير وأعطاني الحقيقة درع الكويت وكانت لفتة حلوة منه. هذه يعني بينها وبين كان أسابيع قليلة. نعم أنا ودي أتكلم معاك اليوم على الجامعة واللغة العربية. طلبتنا شلونهم باللغة العربية؟ خير زينين؟ خير أنا والله أسمع اليوم من الطلبة عندهم مشكلة باللغة العربية. صحيح في مشكلة يعني اليوم حتى وصل لي معلومة يقول لك ما يعرفون يفرقون بين التاء المربوطة المفتوحة. عندي يعني هذه مصيبة. عندي الحقيقة هذه شكلة هي هذه المشكلة ليست وليدة اليوم أو القد هي وليدة سوء التعليم عندنا بالكويت قاعد يتدنى مناهجنا. إحنا لما درسنا بالطريقة اسمها الجزئية اللي هي تبدأ بالحروف وتتقنها ولما تعرف الحروف تالي في أي كلمة تعرف تنطق الكلمة. أكيد. لكن في الثمانينات بدأ التطوير السيء أنا أسمعه وليس التطوير الحسن وهي ما اسموها الطريقة الكلية. يعني يعطون الطالب في الابتدائي 4-5 كلمات يحفظها وبعدين يعرف مكونات الحروف. فكان يقرأها ويحفظها لكن لو شاف هالكلمة مكان ثاني ما يعرف يقرأها. هذا الخلل. ولذلك عندما يعني ذهبت انتداب إلى قطاع المناهج والبحوث لمدة 4 سنوات عملت مع بعض الأخوان الموجهين وأولياء الأمور اللي عندهم اهتمام ووضعنا أساسيات التوصيف لمنهج متكامل. خلطنا بين النظرية الجزئية والكلية سميناها توليفية بحيث يهتم بالحرف ويهتم بالكل. وفعلا يعني واحد من اللي معانا الآن فتح مركز نجح جدا فيه. سوء حال التربية أنه تغير الوزير باستمرار كثرة الوزراء اللي تغيروا وكل وزير يأتي بمنهج جديد ما عندنا الإنسان اللي يبدأ من حيث انتهى الآخرون. وهذه حقيقة مشكلة يعني بس إحنا العالم العربي اللي هو الدول النامية تعاني منها. صحيح. بقية الدول حقيقة تتلافى كل هذه المشكلة. بس دكتور على طار اللغة العربية حتى الأيام الأخيرة هذه الفترة اللي طافت واليومين اللي طافوا وايد فيه هجوم على هذا الموضوع بتويتر أنا متابعة. كان فيه الأستاذ حمزة الخياط. الأستاذ اللغة العربية. يتكلم زميلي في ما زال اليوم يتكلم في هذا الموضوع كان له مقابلة مع رئيس الوزراء يشرح له هذا الموضوع لازم نعدل الطلبة راح يضيعون. والناس لحين ترى عمك أصمخ ما يسمعون فعلاً. أنا والله أشوف يمكن من سنة كاملة وهو يطحن على هذا الموضوع. أنا منهج كفاية أتوقع منهج كفاية أنها منهج خاطئ وطريقته أسلوبه خطأ. ورجل من المؤسسين اللغة العربية مو يديد ما كان معنا في قطاع البحوث هو المؤسس في التوصيف وهو الصانع معاي. يعني أنا كنت من الجامعة وهو كان من التربية وضعنا كتاب مو جيد أكثر من جيد جدا وعملنا فيه عناصر كلها حديثة. يعني الطفل يبي النص اللي يقرأه نص ملموس معروف تتكلم عن أمه وأبوه في البيت تتكلم عن طريقة الأكل تتكلم عن أي شيء واقعي يلمسه. صحيح. اختيارنا كان للنصوص كلها تأليف من عندنا حديثة عشان نبعد وأمور كثيرة الحقيقة يعني لو تحدثنا فيها الآن ناخذ وقت. وكان له دور كبير يعني الزميل حمد الخياط الآن فتح مركز لغوي يعني يأسس المرحلة الابتدائية. والله حتى الأمانة أنا أتابع بالتويتر يحط محاضرات صغيرة بتويتر يعلم كجمل وكذا. أنا واحد من الناس من جيل مع حمد قلم وضعنا زين إحنا ومنا طيبة نقرأ ونكتب ونفرق. أكيد إحنا نلبس التطوير الحقيقي يعني سرعة الحياة. المرئي وايد حلو لما تعلم الأطفال عليه. يعني لما تحط في الجغرافيا مثلا عن الأشجار عن الحدائق عن مراكز النفط في العالم كله حتى في التلفزيون حيحفظ الطالب بسرعة بدل الكتاب الجامد اللي فيه معلومات قد تكون. في صورة دكتورة من الذكريات كلمينا عنها الصورة. هذه بابا صباح الله يطول في عمره كان وزير الخارجية أو الإعلام بالإنابة أعطاني جائزة القصة القصيرة وأنا في رابعة متوسط. وهذه الصورة؟ ما أشوفها من بعيد. أنا والله أنا ما كنا بالبحرين ممكن. ممكن في البحرين؟ كنا والله. لما قاموا يمكن دورة تدريبية للصحفيين حاضرنا فيها. وهذه الصورة كذلك.
بس تتذكر أنا أنتم كنت تذكرون أكثر مني ولأنها بعيد علي. اسمحوا لي ألبس نظارتي. عادي لبسيها. أول عمرك نبي نعرف تفاصيلها ذكرياتها الحلوة. أكيد أبداع براونيها قبل أنا سويت ألبوم كامل حقيقة فيه ذكريات حلوة. وطلعت في برنامج سابق يمكن كان أسود وأبيض مدة ساعة ونص هم طرحنا فيه. اللي بالوسط منو قاعد كان هذا؟ نعم مشكلة احنا الأسامي ما مو عندي تبعيل الأسامي مو عندكم وأنا نظارة مو عندي احنا ودنا نشوف بعد احنا قاعد على طار الصور اللي قاعد نشوفها ودنا ننتقل اليوم على ما تجهز النظارة ونسولف شوية على الإنجازات اليوم اللي قدمتيها أو الشهادات واللي حصلتي عليها التكريمات اللي وصلتي لها. الحمد لله يعني حقيقة وصلت إلى ما ربنا وفقنا له. نشرت اسم بلدي الكويت. الحمد لله. شاركت في مؤتمرات ومؤسسات كثيرة تسلم يدك شكرا. وطرحت موضوعات وأبحاث جيدة وعندي ما لا يقل من 22 بحث أكاديمي والبحث الأكاديمي يعني يحكم ثلاث محكمين يقولون يطبع ولا ما يطبع. فحصلنا على 22 بحث خمس كتب إلى الآن إن شاء الله ما بين كلها في اللينغويستيك في اللغة في الدراسات اللغوية في المعاجم عملت عضو في كثير من الهيئات. يعني أنا الآن من أمناء مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية في الرياض. هم المرأة الوحيدة بين 10 رجال وكلهم أخوة وعلى يعني درجة من الكفاءة. الأمناء هذه يختارون كل 3 سنوات. هم من نعم رجعنا للصور مرة ثانية نظارة جاهزة بتشوفين إن شاء الله شوفها لأن الحقيقة الصور الفاتحة شوي بعيدة صحيح. لكن في صور يعني مثلا مع إيميل لحود أعتقد اللي كان رئيس في ذلك الوقت رئيس وزراء لبنان لما كرمني لما اخترت نائب للرئيس همر أو كان معي من 13 دولة عربية كانت موجودة. هم كان لقاء جيد الحقيقة أفخر فيه. هني أكيد هذه لقاءات في مؤتمرات عامة يكون لك فرصة طبعا هالشيخ سلمان وزير الإعلام وأكن له كل تقدير واحترام وهو وقف معي الحقيقة في الأمر بس كان يعني أحيانا ينفذ الصبر ويكون الأمور على انتهت لكن أحمل له كل تقدير وكان يعمل الحقيقة بجد بالنسبة للكويت كانت أمام عينه دائما. أتمنى له التوفيق. خلينا نتطرق دكتورة معاك عن شوية الجانب العائلي. ليش سموك ليلى؟ انا انولدت في المستشفى الامريكي اللي بالكويت. واللي ولدتني يعني اجنبيه مو عربيه. فعندي طبعا انا نوريه وعندي فتوح يعني الاسماء اللي هي الكويتيه. فقالوا لها قالت لهم سموها على اسمي انا للي. عاد رحمه الله الوالد انا طبعا مسوء حظي ما شفت الوالد توفى وانا عمري 2. الله يرحمه. فسموني ليلى لان لي ولدتني دكتوره حبت تتغير في الاسماء وتطور شوي. حلو. طب في ذاك الزمان يعني ليلى يعني اسم متطور كثير. نعم. اليوم على طار الاسماء صابرين هم بعد في خلف وخليفه. اي. لا الوالد خلف بس امه كانت تسميه خليفه كثير. لكن طبعا في شهادات الميلاد خلف. لا. والحقيقة أنا أدين لوالدي بكثير مما أنا وصلت له لأن عندما توفى ترك لنا بيت كبير في حولي الحمد لله. لكن ترك شيء مؤشر إلى أن الثقافة مهمة جدا والقراءة. صندوق من الكتب كبير كله كتب قديمة كان هو يقرأها. كيف في ذاك الزمان يعني قبل هالكلام يعني 40-50 سنة كان الاهتمام موجود في البيوت صحيح. رغم ان الناس يعني مو ما في ذاك التعليم الكثير لكن الثقافه شيء والتعليم شيء اخر اكيد بلا شك. نعم دكتور احنا اليوم سعدنا في لقائك للامانه وانت من الشخصيات اللي نتشرف اليوم ان نحاورها قامه ثقافيه كبيره جدا. الله يطول عمرك والساعه المباركه اللي شرفتينا في السيف اليوم. الله يخليكم وانا شاكره لكم جدا هاللقاء الظريف واتمنى لكم التوفيق والسداد وان شاء الله دائما متالقين يا فيصل. لغتنا العربيه زينه احنا ماشي امورنا طيبه. الساعه المباركه يا دكتور. حياك الله دكتوره ربي يوفقك ودائما تكونين اول امراه كويتيه وتستمرين في الابداع باسم الكويت وباسمك اكيد شرفنا فيك حياك الله. الف شكر لكم. شكرا اذا مشاهدينا مستمرين معاكم مع فقرات وضيوف على سيف والحين راح ننتقل الى فقره كواليس مع محمد زين.